يعتبر الطلاق الغيابي من المشاكل التي تعاني منها المرأة، فهو يثير الكثير من المشاكل، خاصة إذا حدث دون توثيق ولم تعلم به الزوجة لفترة طويلة. فما مدى جواز هذا الطلاق؟ وإلى أي حد يتم اللجوء إليه في مجتمعنا؟ وما هي الآثار النفسية والاجتماعية والقانونية أيضا على المرأة؟ والحديث حول الموضوع معنا اليوم المحامية هدي العنزي اللي راح توضح لنا الموضوع كل تفاصيله. صبحك الله بالخير هدي. صباحكم ورد. هدي راح نتكلم اكيد بتفاصيل عن هالموضوع، لكن معنا تقرير راح اشوفه انا معك ويا المشاهدين. هدي لو في البدايه خلينا نوضح للمشاهدين شنو هو الطلاق الغيابي. الطلاق الغيابي احنا لازم نفرق بين شغلتين. اول شغله اذا كان اللي هو غياب الرجل اللي هي فسرتها مادة 136 في حال اللي نصت عليها مادة 136 إذا غاب الرجل غياب الرجل أكثر من سنة بلا عذر، هنا يعتبر طلاق غيابي، المرأة تروح ترفع طلاق للغيبة. أما في حال طلاق المرأة دون علمها، هنا إذا كانت المرأة طلقها زوجها من غير ما تدري دون علمها، هني تروح ترفع دعوى اثبات طلاق. طب اذا احنا خلينا نتكلم عن النوع الثاني اللي هو الطلاق اذا تم دون علم المراه، شلون يتم الطلاق وشنو اليته؟ الحين نفس ما احنا عارفين الطلاق الرجل يملك 3 طلقات. اول الطلقه الاولى رجعيه، ممكن الزوج في هذه الحاله يطلق زوجته لفظي دون علمها ويردها ايضا دون علمها. يصير هذا كله بدون علم المرأة يعني يقدر؟ هو يقدر يعني مثلا ممكن انه هو يطلقها وبعدين يروح يقول لها ان انا طلقتك قبل اسبوع او قبل سنة، هني تروح ترفع دعوى اثبات طلاق، يقر الزوج بالطلاق ان هو طلقها ويثبت. انزين في حال هو طلقها بعدين قال انا رديتك اي وهي ما تدري، هني هم ايضا يعتبر دون علمها. بس هذا يعني ما يكون شوي يعني في ظلم للمرأة ان هي بدون علمها يتم وهي ما تدري ان تم يعني طلقها وردها وهي ما تدري؟ هذا هني نقول المشكلة في الرجل، لان انت احنا ليش الحين القانون يقول دائما اذا المرأة طلقت لازم تروح تثبت الطلاق في المحكمة رسمية اساس انه يكون عندها اثبات انه هو طلقها. في حالات مثلا يطلقها بعدها يردها شفاء لفظي، لما يروح يطلقها مره ثانيه لازم تثبت في المحكمه، يعني يكون خلاص الطلق اساسا لما ترد له يكون عقد ومهر جديد. فهي ترد شو تسوي؟ ترد تثبت الطلقه الاولى بعدين ترد تثبت الطلقه الثانيه. حتى اذا يعني مر عليهم وقت يعني بين الطلقه الاولى اللي حصلت مثل ما تفضلتي هدي وردها وبعدين رد طلقها مره ثانيه، اذا راحت في المره الثانيه عشان تثبت الطلقه لازم تثبت الاولى بعد؟ طبعا لجنة تحسب، لان الحين هو يملك 3 طلقات صحيح، فلازم تحسب الاولى الثانيه والثالثه. لازم تتم تحسب. اذا احنا لو نشرح ليش يمكن الزوج يلجا الى تطليق الزوجه بدون علمها، شنو الاسباب وراء هالشيء؟ ممكن في حالات الغضب يعني، بس ما نقول الغضب اللي ما يكون حاس في نفسه، ممكن مرات قاعد في مكان، ففي مثل دائم او شغله دائما تنقال اللي هي علي الطلاق اذا ما رحت معاي علي الطلاق. فهذه اذا الشخص لانه بنى الطلاق على شرط، اذا بطل الشرط اذا ما اكتمل الشرط اي تعتبر طالق، تعتبر خلاص تعتبر طالق، لانه هو لانه قال علي الطلاق فيقع. هذه مثلا كمثال، في مرات يكون في حاله غضب، يكون مثلا يتحكى مع اهله او شغله كذي او تنرفز منها، قال خلاص زوجتي طالق. والنيه تكون موجوده. نعم. فخلاص تعتبر طالق. بعدها يرد مثلا بعدها يهدى وشي يرد البيت يصير في بينهم معاشره وكذي فيردها. نعم. تعتبر انها ردت. فما ثبت لا الطلقه ولا ثبت الرده. نعم. فهمتي؟ في هالحاله ضروري الزوجه تكون موجوده؟ او يقدر يعني مثلا في حاله الطلاق، كلمه الطلاق مثل ما تفضلتي لازم تكون موجوده يعني قدامه او يقدر لا لا تكون هي عادي مو موجوده؟ هو بس اللف كافي، اللف كافي. اذا هي درت ان هو طلقها ترفع دعوى اثبات طلاق، ممكن مرات بمسج يعتبر يعني كتابي، يعتبر كتابي او لفظي. لو بنتكلم عن اضراره بالنسبه للمراه يعني وقع على ضرر اكيد، هل هو يتشابه مع الطلاق اللي يكون اوريدي مع تم الاعلان عنه وبينها وبين الزوج؟ شوفي الطلاق في عندنا اللي هو طلاق اللي هي تدري فيه وترفعه، مثلا مرات هي ترفع دعوى طلاق لضرر. احنا الحين قاعد نتحكى عن شق اثبات الطلاق، ان هي اساسا اتطلقت وتبي تثبت الطلاق، هو صعوبته في اثباته لانه لازم الزوج يقر
انه والله انا فعلا طلقتها، لازم تجيب شهود اثنين على حدوث الواقعة. اي الحين صعبة تلاقيني يعني انه والله انا طلقتها بالوقت الفلاني او طلقني قبل سنة، فصعبة تلاقين شهود اثنين حضروا الواقعة هذه، فهي صعوبتها ضررها في اثباتها. وإذا تعذر أنه ما يقدرون يثبتون، ما قدرت الزوجة تثبت أنه فعلا هو طلقها. هي صعوبتها نفس ما قلت لك في المحكمة في إثبات طلاق بتاريخ سابق. نعم. عرفتي؟ فإذا ما حضر الزوج، إذا تعذر عليها، إذا ما أقر أنكر بعدين تجيب شهود اثنين نفس ما قلت لك، تجيب شهود اثنين تحال إلى نيابة الأحوال الشخص الأحوال الشخصية ويتم البحث عنها. نعم، احنا لو نتكلم أن المشاكل في حالة أن الزوج تلاعب في هالموضوع، تطرقت لنقطة جدا مهمة، أنكر الزوج أن أنا طلقت دون علمك، لكن الزوجة وتعذر على زوجة أكيد تجيب شهود. المشاكل اللي ممكن تنتج عن هالموضوع؟ لا شوفي، إذا الزوج قال أنا ما طلقتها، إنزين ممكن يكون هو رادها، فالأصل في بقاء الزوجية. الأصل في بقاء الزوجية. إذا تعذر نهائيا وجود دليل وهو قال أن أنا ما طلقتها، الأصل في بقاء الزوجية. إذا أخذت فيه الزوجة وقالت خلاص هو طلقني، وهي الحين الزوجة ترفض أنها ترجع. إحنا عندنا مثلا، شوفي هي كل واحدة تقدر تروح المحكمة ترفع دعوة طلاق أو ترفع دعوة إثبات طلاق. ماشي، مثلا مرات يكون الرجل في حالة غضب وطلق، فتروح هي شو تقول؟ هو لازم اثبات هو طلقني بالتاريخ الفلاني بالساعه الفلانيه. نعم. وابي اسوي اثبات طلاق. هو يحضر شنو يقول؟ انا كنت معصب وكنت واصل مرحله غضب، ما كنت ادري شنو كنت قاعد اقول. فعلى قولتك هي مصره انه هو طلقني، احنا ما عندنا اختلاف انه هو طلقك، ما يخالف، ولكن الحاله اللي كان فيها شنو؟ هني القاضي يقدر انت كنت معصب خلاص، يعني طلاق الغضبان لا يقع. تمام. إذا في حالة الزوج طلق الزوجة دون علمها وتوفى، هل ترث؟ في حال انتهاء العدة لا ترث. الحين هي إذا طلقت عندها ثلاثة أشهر تعتد فيهم اللي هي العدة. في حال انتهاء العدة لا ترث، ولكن العدة إذا كانت هي للحين في عدتها ترث. إذا كانت في العدة حتى إذا يعني يو الشهود وقالوا إنه هو فعلا طلقها في التاريخ. إذا العدة إحنا نشوف العدة ثلاثة أشهر، إذا هي اللي قبل ثلاثة أشهر ترث. لو نتكلم سادة هديل عن الضمانات اللي وضعها الشرع والقانون ليصبح الطلاق اللي في حالة أن الزوج لا علم لها جائز، متى نقدر نقول أن هذا جائز؟ شوفي، هو الطلاق حق شرعي للرجل. ماشي، عندنا مادة 110 في قانون الأحوال الشخصية قالت كل طلاق رجعي يقع وفي ردة له، فهو أساسا ما في، يعني أنت عندك طريقة إثبات، أنت اطلقتي بسم الله عليك، أوكي خلينا نقول سين من الناس اطلقت، إنزين ترفع دعوة إثبات طلاق. في بنات إذا كانت هي متضررة والريال ما يبي يطلقها، تروح هي ترفع دعوة طلاق للضرر. تقدر يعني ترفع دعوى الطلاق للضرر اذا هي كانت متضرره، اما اذا كان هو مطلقها او هي يعني مخليها، نقول معلقها احنا بالعاميه يعني. نقول معلقها، هني ترفع دعوى اثبات طلاق بتاريخ سابق وتجيب شهودها على الواقعه وتكمل في القضيه. ولكن ضمانات احنا هذا قاعد نقول هذا حق شرعي، يعني موجود في الدين وموجود ايضا في القانون، فاحنا ما نعطي ضمانات، ولكن هناك نصوص قانونية تساعد المرأة على إثبات وتعطيها حقوقها على إثبات طلاقها. نعم. بتاريخ سابق. لو نتكلم عن المحاكم الكويتية أستاذة هديل، عدد القضايا الطلاق دون علم الزوجة، شوفي هي نسبة يعني نسبة رسمية للأمانة مو موجودة لين الحين، اللي هي من ناحية الطلاق اللي هي إثبات الطلاق. نعم. بس منتشرة لأن أنت عندك حالات وايد الزوج يطلق، أو أن الزوج مثلا يكون مو موجود، يسافر يروح، اللي هي خلينا نقول الطلاق الغيابي من الشق الأول، اللي هي الزوج غياب الزوج أكثر من سنة بلا عذر. ففي حالات ترى وايد بالكويت الريايل مثلا سافر وما رد وما تدري عنه، وصعوبة التواصل له، مو عارفين لا هي ولا أهله. نعم. فهني الطلاق الغيابي ترفع الطلاق للغيبة. عندنا اللي هي إثبات الطلاق منتشرة القضية هذه وايد. لو نتكلم في كثير، يمكن استاذ هذيل ويمكن مرت عليك، كثير من المنظمات النسائيه تطالب بالغاء الطلاق دون علم الزوجه. تعليقك على هالموضوع او رايك فيه؟ وايد منظمات على قولتك تطالب في
الموضوع هذا، ولكن هذا حق شرعي نفس ما قلت لك. ما في اي منظمه في الدنيا تقدر تمنعه، لان هو يملكه حق يملكه الرجل لفظي، مو معامله يمشي فيها، اي حق شرعي يملكه الرجل يتلفظ فيه او يكتبه يقع، حتى كتابه يقع. فهذا حق شرعي، ما في منظمه يعني تمنع الشيء هذا، لان هذا شيء مملوك للرجل. لو بنفترض في حاله ان مثلا زوج طلق زوجته دون علمها، ومثلا احد قال لها ان انا سمعت ان زوجك طلقك، وهي تبي تتطلق، وبعدين بعدها الزوج قال ان انا ما طلقتها، تقدر الزوجه تكمل انه خلاص طلقني وما ترجع؟ شوفي الحين متى قال هو انا الحين يعني حزت الحزه، هي في عده. اي الحين هو طلقها انزين، وسمعت بعد سنه انه هو طلقها، تعتد. اذا ردها قبل العده، اذا ردها قبل العده يعتبر طلاق، عفوا يعتبر خلاص ردت العلاقه الزوجيه. اذا انتهت العده لا خلاص تثبتها في المحكمه انه هو طلقها، وتجيب شهودها اللي قالوا لها وشلون عرفوا والتفاصيل هذه كلها. اذا هي كانت متضرره ليش تنطر انه هو تدري ولا ما تدري؟ اذا هي كانت متضرره ترفع طلاق ضار، ولكن الاصل في بقاء الزوجيه. احنا في الوقت هذا معدلات الطلاق ارتفعت، فدائما احنا ننصح اذا كان ما في ضرر جسيم من الزوج تحاول ان البنت تكون تصبر شوي، اذا كان في ايضا ابناء بينهم تحاول ان هي تحسن علاقتها الزوجيه. والاصل في بقاء الزوجيه. اما اذا كان الضرر جسيم مثل الضرب مثل اشياء كثيره لا تلجا للقضاء. نعم. كلمه اخيره حابه توجهينها استاذه هديل بهذا الموضوع، او نصيحه نقدر نقول مثلا توجهينها للطرفين سواء الزوج او الزوجه في هذا الموضوع؟ للامانه نفس ما قلت لك الحين احنا في وضع المجتمع كله حالات الطلاق صارت لأسباب تافهة والكل عارف، فأتمنى يعني من كل زوجين قبل لا يدخلون في الحياة الزوجية أو أن يقررون أن يتزوجون يروحون لندوات أو يعني دورات أشياء ثقافية، أشياء ثقافية يشوفون شلون يتعاملون مع الطرف الثاني كزوج وزوجة. نعم أكيد، طبعا نصيحة جدا جميلة، ومثل ما تفضلتي بالنهاية الهدف الاستمرارية وأكيد الدمومة في مؤسسة الزواج، وليس أن في حالة حدوث أي خطأ أو أي خلينا نتكلم سوء تفاهم يلجؤون دائما إلى الطلاق. كل الشكر لك أستاذة هديل العنزي على تواجدك معنا، استمتعت في الحديث معك. أنا أكثر. شكرا لك أستاذة هديل. مشاهدينا نطلع فاصل ونرجع.